باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نرفع قلوبنا لربنا يعطينا كلمة عند افتتاح الفم لمجد اسمه خلاص حياتنا من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. يسعدني إن أنا أعيد عليكم وأبتدي معاكم أسبوع الآلام. ربنا يجعل هذه الأيام مباركة ويجعل أسبوع الآلام مليان بالنعمة والقداسة والبر، ونفرح بقيامة المسيح في نهايته. أسبوع الآلام كل يوم فيه في مناسبتين بنحفظهم: سبت العازر، تذكار قيامة السيد المسيح للعازر، وحفل مريم ومرثا بقيامة أخوهم، عملوا له حفلة للمسيح وسكب الطيب. يوم حد الشعانين حادثتين: دخول السيد المسيح للهيكل وبيت المسيح في بيت عنيا. اتنين البصخة: لعنة التينة وتنظيف الهيكل. تلاتة البصخة: تعاليم السيد المسيح عن السماء وأمثال وإعلان ميعاد صلبه. الأربع: خيانة يهوذا وغسل المرأة الخاطئة لرجلين المسيح. خميس العهد: غسل أرجل التلاميذ وتأسيس سر الإفخارستية. جمعة العظيمة: الصليب والدفن. سبت النور: النور والعلية. حد القيامة: القيامة والظهورات. النهاردة ليلة الاثنين من البسخة المقدسة، والكنيسة بتاخدنا في رحلة جميلة من أول إنجيل الساعة الأولى لغاية إنجيل الساعة الحادية عشر، في كلمة عن كيف نرى يسوع. أول إنجيل في الساعة الأولى من ليلة الاثنين من البسخة المقدسة، نلاقي ناس يونانيين راحوا في العيد وراحوا سمعوا كتير عن المسيح، فقالوا احنا عايزين نشوفه. فراحوا صعدوا الى اورشليم ولقوا فيلبس، فقالوا له: يا سيد، نريد ان نرى يسوع. كأن الكنيسة بتحط لنا دي، بتقول لنا في بداية اسبوع الالام، احنا ليه داخلين اسبوع الالام؟ عشان نلبس اسود وعشان ننكد وعشان نزعل وعشان نعيط عن المسيح؟ ابدا. احنا داخلين اسبوع الالام تأكيدا على محبتنا ليه، ونقول له: احنا عايزين نشوفك، احنا عايزين نتقابل معاك، احنا نريد ان نراك. طول اسبوع، طول السنة احنا بنبص على المسيح وعنا عليه طبعا، لكن في اسبوع الالام الكنيسة تقول لنا بقى: اتفضل امشي مع المسيح خطوة خطوة ناحية القيامة. امشي في اخر اسبوع، المسيح عاش 33 سنة وتلت، وبعد 33 سنة وست، هو آخر فترة بقى الثلاث سنين ونص اللي عمل فيهم خدمته، وبعدين آخر أسبوع الكنيسة تحطه بكل دقة، والبشرين الإنجليين حطوا لنا الحاجات دي في آخر أسبوع بكل دقة، فالكنيسة عاشت فيها وقالت: لا، نعيش بيها. فبداية إحنا داخلين عشان نشوف المسيح، نرى يسوع. فأول طلبة لو سمحت من أول النهاردة، ارفع قلبك لربنا وقول له: عايز أشوفك، عايز أوصل في نهاية الأسبوع الألام إني أبقى اتفتحت عيني لرؤياك، أشوفك، أكلمك. ربما الطلبة دي احنا دايما بنقولها ولسان حنا بيقولها على طول، لكن محتاجين نكررها في هذا الأسبوع بالذات. الاستنارة، الاستنارة للنفس والجسد والروح عشان نرى يسوع. فالسؤال دلوقتي: احنا شايفين المسيح؟ فبتجاوب السؤال دوت، بيقول لنا: عايز تشوف المسيح؟ بيجاوب في بقيه الاناجيل. على قد ما الوقت هيسعنا هقول الاناجيل ونقول الخطوات اللي نقدر بيها نشوف المسيح. اول انجيل بعد ما راحوا سالوا عايزين نشوف المسيح، راح فيلبس قال للمسيح، قال له: في ناس عايزين يشوفوك. فرد رد غريب قوي، قال: قد أتت الساعة التي يتمجد فيها ابن البشر، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. طبعا كان بيقول على نفسه إنه هيموت وهتقع حبة الحنطة وهيجيب ناس كثيرة، ولكن أيضا كان بيتكلم اللي عايز يمشي على هذا النهج لازم ينكر نفسه، لازم يسيب حياة البر الذاتي والكبرياء والحياة اللي بيبص فيها على نفسه
عايز تشوف المسيح لازم تنكر نفسك، لازم تقول أنا مش موجود، لازم تقول المسيح نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة. مش ممكن حد هيشوف المسيح وهو شايف نفسه، العين ما بتشوفش الاتنين. عايز تشوف المسيح وتحط عينك عليه من فضلك، انكر نفسك، قول أنا مش موجود. لو حد ضايقك في كرامتك، لو حد تعبك في كلمة، لو حد أذاك، انسى وسامح وابعد عن ذاتك، ما تاخدش بكرامتك، ما تاخدش بحقك. حاول ان انت تعمل زي المسيح، اغفر وسامح للكل، لان هو ده الطريق انك تشوف المسيح. نمرة اتنين بيكمل ويقول ان كان احد يخدمني فيتبعني، وحيث اكون انا هناك يكون خادمي ايضا. تاني حاجة تقدر تشوف بيها المسيح انك تخدمه، انك تخدم، تعيش معاه، تشوف طلباته ايه وتعملها، اجري وراه. الانسان اللي يعرف المسيح كويس ما ينفعش يسكت عنه. السامرية لما عرفت المسيح جريت وقالت للمدينة كلها الحقوا، في واحد قال لي كل اللي يعرفه عني، كل حاجة عني، اجري عليه، قول له، اجري على العالم، قول لهم عن المسيح، اتكلم عنه، اخدمه، اخدم بيته، اخدم كنيسته، اخدم اللي يطلب مننا، نعمل كل حاجة علشان خاطر نبقى مع المسيح. حيث أكون أنا يكون خادمي، دي تاني حاجة تخليك تشوف المسيح وتبقى في معية معاه. في إنجيل الساعة الثالثة من ليلة الاثنين نلاقي حاجة تانية، يسأل التلاميذ المسيح يسأل التلاميذ يقول من يقولون الناس إني أنا؟ فيقولوا له ناس بتقول نبي وناس بتقول كذا. فبطرس على طول طلع وقال لا، سيبك بقى من ده كله، أنت هو المسيح ابن الله الحي. عايز تشوف المسيح لازم تآمن بيه، آمن بأنه ابن الله الحي، آمن بالخلاص اللي عمله، آمن بأنه جه يخلصني والدم اتسفك على الصليب، آمن أنه شال خطايانا، آمن. الإيمان مش بس إيمان عقلاني، إنما الإيمان بأنه مخلصي الصالح. بنقعد نقول كده بقى في أسبوع الآلام من أول الثلاث الساعة 11 نقول مخلصي الصالح. إيماننا لازم يكون بهذا، أنه مخلصي الشخصي، أنه جه خلصني أنا، أنه جه كلمني أنا عن فدائي وعن بري. المسيح مش ناخده على أنه يعني هو اللي بيجيب لنا، هو اللي بيجيب لنا الحياة، وهو اللي بيعيشنا مطمنين، وهو اللي بيحوش عننا الأمراض، وهو اللي بينجح العيال. وهو المسيح هو مخلص، كل غرضه أنه يوصلنا للسماء، يوصلنا للحياة الأبدية. إنما كل ما أنا أفكر في الأرض وهيديني إيه وهيعمل لي إيه ويريحني إزاي، مهدئ للأعصاب ومهدئ للنفسية الوحشة، وزرار أضرب عليه يجيب لي أكل وشرب، ما هذا هو مش الإيمان اللي ربنا بيقول عليه. الإيمان الحقيقي أنت هو المسيح ابن الله الحي. نآمن إن المسيح دوت جه علشان خاطر حياتنا الأبدية. عشان كده يقول لنا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. شوف بقى كل حاجة اللي في الأرض دي هتزاد ليك، لكن أهم حاجة خد بالك حياتك الأبدية. جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، مش الحياة اللي على الأرض هنا. فكل ما الواحد يطلب من ربنا أرضياته يلاقي ربنا تأخر عليه، يزعل، أنت فين يا رب؟ أنت بتعمل إيه يا رب؟ لا، عايز تعرف ربنا كويس وتشوفه، حاول أن أنت تعرف رأيه، هو إرادته إيه؟ إرادته حياة أبدية، إرادته أنه راح يعد لينا مكان يجهزه جاي ياخدنا، ولما هيجي ياخدنا هيجي هذا الإله العظيم اللي أعد لينا أعظم مكان، هيدينا الحياة الأبدية معاه. إحنا بنعمل كده ولا لأ؟ عشان كده في أحداث لعازر قال لمارثا وقال لمريم إن آمنتي ترين مجد الله. نشوف لما نآمن كويس. عشان الوقت احنا نشوف المسيح، هسيب لحضراتكم بقى من اول الساعة السادسة والتاسعة والحادية عشرة دوروا فيها، هتلاقوا انه المسيح مثلا قال في الانجيل الساعة السادسة انه لازم تعرف الكتب، لازم تفهم، علشان تقدر لما تعرف وتفهم تقدر تعرف تشوف المسيح. افهم الكتاب المقدس، اعرف شرحه،
افهم المسيح، افهم طقس الكنيسة، نرى المسيح في الآلام، نرى المسيح في حياة البر. ربنا يدينا أن تنفتح عيوننا وفي هذا الأسبوع المبارك نشوف المسيح، نرى المسيح. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين.